سلطة الجدار بتقوم في دورها طبعا بالتنسيق والترتيب مع المحافظات ومع البلديات لدعم وتعزيز صمود أهلنا في المحافظة، وخاصة يعني اللي في هذا الموسم، موسم قطاف الزيتون، اللي هو الدعم جاي في بعض المواد والمعدات اللي لها علاقة في مساعدة المزارع في قطف الزيتون، سواء من مفارش ولا من كل الأدوات الثانية. هذا شيء يعني ممتاز ومهم جدا. المرة هاي مستهدفين تقريبا 6 بلدات في الدعم. هذا يعني هم ما بيقدروا يدعموا الكل، ولكن دعم يعني معقول، وباقي المؤسسات راح تشارك في المستقبل، وراح يكون في مواعيد لقطف الزيتون في عمل تطوع ان شاء الله. شكرا لسلطة الجدار، وان شاء الله احنا بنقدر نعمل اكثر من هيك. هاي المساعدات تاتي في اطار دعم وتعزيز صمود المواطنين قاطفي ثمار الزيتون في المناطق الأكثر سخونة والاستهداف من قبل قوات الاحتلال الغاشم. هذه المساعدات انطلقت قبل 3 سنوات هذه الحملة، واليوم مستمرين فيها، كل سنة عم تزيد عدد المستفيدين. اليوم المستفيدين من طول كرم 4 مناطق 4 قرى، في كل منطقة في من 10 إلى 12 شخص مستفيد، بحيث بيطلع المجموع 51 مزارع المستفيدين من هذه الحملة اليوم.